يا أيها الناس اتقوا ربكم. النداء هنا ليس للمؤمنين أيها الأحبة، يعني إذا كنت ملحدا أنت مقصود بهذا النداء يا أيها الناس. إذا كنت مشككا الآية تخاطبك وستخضع لها، إذا كنت مؤمنا أيضا الآية تخاطبك. إذن الخطاب هنا للناس يا أيها الناس اتقوا ربكم، يطلب منك الله أن تتقيه، والله غني عن ذلك. لماذا نتقي الله؟ إن زلزلة الساعة شيء عظيم. إذن أيها الأحبة الله يحذرنا من زلزلة الساعة، إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت. زلزلة الساعة عندما تقوم الساعة أيها الأحبة، الأم التي من خصائص الأم حتى في عالم الحيوانات أنها تقاتل من أجل ابنها وتموت من أجل ابنها. من شدة الزلزلة التي تحدث يوم القيامة ستجد أن المرضع التي تخاف على ابنها وتفديه بروحها تذهل عنه، تهرب منه، تفكيرها خارج نطاق القوانين، خارج نطاق الرحمة التي تعودت عليها. لماذا؟ لأن الأهوال شديدة جدا وتضع كل ذات حمل حملها. من قوة الزلزلة وقوة الأهوال المرأة الحامل أو حتى الحيوان الأنثى الحامل من الحيوانات أيضا تضع كل ذات حمل حملها. وهناك دراسة علمية أيها الأحبة تحدثنا عنها مؤخرا تقول إن الزلازل تسرع الولادة. الأم الحامل عندما يحدث زلزال شديد تسرع عملية الولادة. لماذا؟ لأن عملية الخوف وارتجاف الأرض والقلق الشديد يؤدي لتسريع الولادة. هذه الحقيقة أيضا يعني التي كشفت مؤخرا تتوافق مع الآية القرآنية. فإذا كان الزلزال العادي في الدنيا يسرع الولادة، كيف بزلزلة الساعة؟ إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت. التفكير والدماغ منصرف إلى شيء آخر، لا ترى ابنها. هذه الأم المليئة بالرحمة تصبح عديمة الرحمة، لا تنظر إلى ابنها، تذهل عنه، تنحرف عنه، دماغها مشغول في شيء أكبر بكثير. وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى. يعني يوم القيامة أيها الأحبة ستجد أن هذا الإنسان من شدة الأهوال وشدة الحرارة وشدة الضغط، ضغوط عنيفة جدا، تجده مثل إنسان سكران مختل عقليا، يمين يروح يذهب يمينا ويسارا، منهم من يسقط ويقف، منهم من يهتز، منهم من تجد لديه يعني ضباب على عينيه. وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. لذلك أيها الأحبة أنا أتمنى من كل أخ مؤمن، كل أخت مؤمنة تعصف به الهموم أن يقرأ هذه الآية. الحقيقة من الآيات التي أنا شخصيا أعالج بها الاكتئاب، أعالج بها حالة القلق والخوف، آيات مواقف يوم القيامة. عندما أتذكر ذلك اليوم، عندما أتذكر زلزلة الساعة تهون علي مصائب الدنيا. هذه المصائب بسيطة جدا أيها الأحبة، يعني أنت قد يكون لك حاجة عند فلان وفي رأسك 100 هم، هل سيعطيني هذه الحاجة؟ هل سينفذ لي ما أطلب؟ هل كذا هل كذا؟ وهذه الحاجة ستقضى بالنتيجة، يمكن أن تتأخر وتقضى يعني. فعندما تستحضر
زلزلة الساعة في ذلك اليوم وتتخيل أنك تعيش في ذلك الموقف، تنسى هموم الدنيا، لأن هموم الدنيا بسيطة جدا أحبتي في الله. هموم الدنيا تافهة أمام أول مشهد من مشاهد يوم القيامة. لذلك أحبتي في الله أرجو أن تحفظوا هذه الآية، أن تتأملوا هذه الآية، أن تفهموا هذه الآية بقلوبكم قبل عقولكم، وأن ترددوها في المواقف الصعبة، فهي بالفعل علاج وشفاء ومواساة للمؤمن حقيقة. وبنفس الوقت هي إنذار للظالم، إنذار إذا كان أحد له حق عندك سارع لإعطائه هذا الحق، إذا كان أحد أسأت لأحد حاول أن يعني تكفر عن ذنبك، أن تخرج من هذه الدنيا وأنت مؤمن نقي لتلقى الله سبحانه وتعالى وهو راض عنك. لذلك أيها الأحبة سأختم بقراءة هذه الآية التي أتمنى أن نحفظها جميعا، في أول آية من سورة الحج. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقينا عذابه يوم يبعث عباده، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.